رحلة سنونوا. حل فصل الشتاء، وها هي أسراب الطيور تستعد للهجرة إلى المناطق الدافئة. حلقت السنونوة الأم مع صغارها عالياً في سماء مدينة الجزائر، فقالت لهم: بالأمس استمتعنا بمناظر المدينة، واليوم سنرحل من هنا، وغداً سنكون في مكان بعيد. انظروا إلى المدينة، ما أروعها وما أعلى بناياتها وما أوسع شوارعها، وحركة السير لا تتوقف فيها أبدا. سنشتاق إلى شاطئها الجميل وأحيائها الرائعة. تباطأ الصغار في الطيران وهم يستمتعون بجمال المدينة، لكن السنونوة قالت: هيا كي لا نتأخر عن السرب. طار الجميع مدة طويلة، فأحسوا بالتعب فحطوا في الريف. قال أحد الصغار: ماذا سنفعل هنا يا أمي؟ هل سنستريح؟ نعم يا صغار، آه، الطبيعة خلابة، الحقول خضراء واسعة، الهواء نقي، لا دخان السيارات ولا تلويث المصانع.